هي بلاش اطفال توحديين بخسارة كبيرة. هذه الجمعية تأسست في 2000 أو آخر 2017 وتأسست من طرف مجموعة ديال من الآباء وأمهات اللي عندهم أطفال عندهم التوحد، اللي كتبوا بإنار إعاقة التوحد. هذه الجمعية خدات على العاتق ديالها من بين الأهداف ديالها هي هو الهدف التحسيسي بالدرجة الأولانية. علاش؟ لأن سمعنا أولا لا المجتمع المدني ولا هذاك التوحد غريب، يعني كإعاقة تتخلط مع إعاقات أخرى اللي تدخل التوحد تقول لك تلقيه مثلا تشخص تاع التوحد تقول لك بحال لأنه راه يمكن تهضر على مثلا الذهنيين أو لا متخلفين عقليا أو لا، ولكن التوحد اللي عنده مواصفات ديالو بوحدها. قمنا ب 2019 وتقليدا اليوم العالمي للتوحد درنا واحد النشاط اللي هو كان المهم كان هو كانت انطلاقه ديال النشاط الاشاعي الاول ديال التوحد اللي كنا صدفنا درنا يوم دراسه على التوحد والتعريف به، وكانت كانت اطرات معنا الاستاذه ام كلثوم المدني مشكوره اللي اقت معنا واحد اليوم اليوم الدراسي ومع مجموعه الاخصائيين اللي كان، وكان يوم كان صراحه كان عرف اقبال كبير، وكان يعني كان عنده صدى على والنهار الثاني كانت واحد المسيره ديال واحد المسيره تعبيريه اللي تنبغيو نبينوا المجتمع شنو المعاناه ديال الطفل التوحدي عبر واحد اللوحه اللي هي من اخراج كان الاستاذ السي عبد الخالق الخرمادي اللي تنشكروا الجميع من هذا النظام. هذا من ناحيه اسمح لي هذه كبدايه غير التربية الدينية، مشروع التربية الدينية خذا كشعار الأولاني لا نترك أحدا خلفنا. السؤال اللي تنطرح هنا شحال من واحد مورانا هذا؟ شحال من دابا من تلميذ اللي هو معاق وفي زينة مدروس وراه يقول لك راه هو مورانا؟ وعلاش الأسباب؟ والسبب علاش؟ من خلال ديك القراءة اللي عملنا في شحال كمديرية ديال العريش لقينا أن شحال كاينة تاني شحال كاين طفل ديال التوحد كاين 17، واش كاين غير 17 طفل توحدي كاين في الاقليم؟ هذا سؤال. اللي هو في الابتدائي، الاعدادي كاين واحد، الثانوي ما كايناش. هي اون جينيرال كاع الاطفال ديال التوحد راه يعني صعيب كبير انهم يعني على حسب الاحصائيات ما تيمشيو شويه، ولكن هذا سؤال تيطرح، كاش شحال خلينا مورانا؟ علما ان الاحتكاك ديال اليومي مع 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 هذا كاينه اسر كثيره اللي عانوا، ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن من الصعوبات اللي كاينة هو التشخيص ديال هاد الإعاقة اللي هي هو مكلف جدا، ماشي تشخيص لأنه يمكن دير حملة وتشخص ولا دير شي حركة يعني، وهذا اللي تيخلي بعض الآباء والأمهات اللي ما يمكنش يديروا على باش تشخص التوحد لانتيرفونسيون ديال واحد المجموعة ديال الأخصائيين، عندك البيروبسيكياتر، عندك نوروبيدياتر، عندك واحد المجموعه ديال المتدخلين اللي خصهم يديروا، وخصك دير مثلا السكانير الى غير بعد شحال يمكن تعرف ان عنده التوحد، وهذا يثقل كاين الاسر وللاشاره بان الاغلبيه ديال الاطفال اللي مهمين حنا قريبين لينا في هذاك من اسره هشه، تتقول له سير غير مثلا غير العريش، في الاسف العريش ما عندنا فيها حتى شي حاجه، ما عندنا وزاره الصحه، مديريه الصحه ما عندهم، ما كاينش لا اورتوفونس، ما كاينش شي مهم اللي شخص التوحد، ما كاينش شي امكانيات انا اللي تشخص التوحد. هذا الناحيه هذا هو اللي تيخليك غادي بغيت نقول ان هاد الاحصائيات اللي كانت تنظن انها خص شويه مجهود كبير باش نحاولوا ما نخلي حتى شي واحد مورانا. بالفعل قلنا نديروا شي مجهود، واش كيفاش هذا المجهود هو اللي يمكن حنا هنايا باش حنايا كجمعيه راه الاشاره ديال اي جهه معينه يمكن تعاوننا في هذا الموضوع هذا، لان بالفعل ان التشخيص عندنا المعيقات ديال يعني ديال بان التوحد يمكن يتخلط مع حيت كاينه واحد الاعاقه واحده اخرى اللي هو تشتت الانتباه وفرط الحركه، هو ماشي توحد، وكاين اغلبيه ديال الدراري تي 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 تشخصوا توحد ولكن هما عندهم هاد الاعاقه.